بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معكم الرحالة والدراج العالمي السيد محمد الربحات، القاطن بالعاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. وأنا تنشكر هذا القناة المحترمة، تنشكر يعني جميع الصحافة المخلصة لهذا البلد، البلد الإسماعيلية مدينة مكناس. والانجازات ديالي راهي الحمد لله انجازات كبيره على الصعيد العاصمه الاسماعيليه، وعلى حساب دوله المغرب الحبيب، وعلى حساب افريقيا، وعلى حساب الدول العربيه، وعلى حساب اوروبا. فالحمد لله احنا اول نوبه تندوز في هذه القناه المحترمه، لانها احنا الحمد لله في الصدد اننا تنتظروا واحد الابطال الكبار غادي يجيوا ان شاء الله مدينه وجده، وخاصه الحاج اوف طوما اللي هو من 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 الابطال الكبار اللي دازوا في العاب القوى يعني في السبعينات، وهو غادي يجي هو والسي عمر ومحمد علي اللي جايين وجده، وغادي يكملوا الطريق ديالهم الى مدينة الحزب وأزرو وميدلت إلى يعني الصحراء الأرفود. البداية ديالي بالدراجة الهوائية منذ الصغر، منذ لما كنت عندي 14 سنة وأنا في الدراجة الهوائية، كنت مع النادي المكناسي، وقبل ما يكون النادي المكناسي كنا مع الأبطال المكناسيين اللي دازوا في مدينة مكناس، اللي كانوا تيدربونا، اللي كانوا خداو يعني التدريب عند الاستعمار الفرنسي في الدراجة الهوائية، وكبرنا معاهم وترعنا معاهم. ومن بعد الانجازات ديالي اللي قمت بها مشاركة مع يعني بطولات داخل الوطن المغربي، داخل مدينة مكناس وخارج مدينة مكناس، ومن بعد تحولت الفكرة عندي على أساس تنقم برحلات داخل المملكة المغربية، ومن بعد طورت إلى إفريقيا، ومن بعد 2018 مشيت يعني الحج على الدراجة الهوائية ب 13 دولة، موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجير والتشاد والسودان ومصر وفلسطين والأردن. والحمد لله درت المناسك تما، ولما رجعت عاوتاني العام اللي من بعده مشيت في 2019 الى الاردن، من الاردن الى فلسطين الى المملكه العربيه السعوديه، واديت العمره ورجعت من تما، وقمت بانجازات، وقمت يعني مشيت للقرقرات اربع مرات، 2006 2012 2016 و2018 و2021. في هذه السنة مشيت فيها الحمد لله، وقمت برحلات مع الولد ديالي اللي ما تيبلغ العمر ديالو 12 سنة، 1700 كيلومتر. ومن بعد العام لما وصل للسن، ديال 13 سنة عاوتاني مر معايا الى شمال المغرب والى شرق المملكه المغربيه 1570 كيلومتر. ودابا انا تنقوم برحلات داخل الوطن من مدينه الى مدينه. الحمد لله درت تور دو ماروك، ما خليت حتى بلاد في المغرب اللي ما مشيت لهاش، ثلاثه واربعه وخمسه الخطرات. اطول مسافه هي من مدينه الاسماعيليه مدينه مكناس الى القرقرات، هي فيها 2800 كيلومتر، واطول مده
هي 45,000 كيلومتر، اللي هي من مدينه من العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس الى المملكه العربيه السعوديه، 45,000 كيلومتر. هذا كله من فضل الله. الصعوبات اللي تلقى في الطريق هي كثيره كثيره بزاف، ولكن البطل والرحاله ما تتحبسوا حتى على الرحله، حتى شي حاجه، حتى صعوبات. مثلا لو وقعوا لي حوادث في افريقيا، تعرضت مع الارهاب في افريقيا، تعرضت مع قطع الطرق، وهذا كله كان صبر وتحمل لهذه الشدائد، وصبرت وكملت حتى وصلت الحمد لله. وخرج لي فيلم ما بين مالي وبوركينا فاسو، وكانت واحد الصعوبه كثيره. كان المطار مثلا شهر 6 وشهر 7 عندهم امطار غزيره في افريقيا، في مالي وبوركينا فاسو في النيجير، وصبرنا لذاك التحمل، وصبرنا لذاك الصعاب، وكملنا الطريق ديالنا، وهزينا الرايد الوطن ديالنا، واستقبلونا الافارقه احسن استقبال وفرح كبير اللي استقبلونا به. من هذا المنبر تنشكر الكل الافارقه وكل الشعب الافريقي اللي استقبلنا استقبال كبير في جميع الدول الافريقيه، وتنشكر السفراء المغاربه اللي استقبلوني احسن استقبال، والجاليه المغربيه اللي كاينه في افريقيا، والجاليه المغربيه اللي كاينه في مالي وفي موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجير والتشاد والسودان، كلهم هادو، والاردن ومصر والمملكه العربيه السعوديه. وتنشكر بهذا المنبر تنشكر الاخوان الفلسطينيين اللي استقبلوني احسن استقبال في دولة فلسطين. الحمد لله انجاز اللي حققته هو هذا ديال 2018 ديال الحج، وموراه عاوتاني في 2019 مشيت للاردن وفلسطين والمملكه العربيه السعوديه. ولكن عندي طموح ان شاء الله باش هذا العام ان ناخذ الفيزا سنجل ونمشي لاوروبا كامله ان شاء الله، حتى نوصل حتى لتركيا، ونعاود من بعد نقلب على رومانيا وايطاليا، وندخل لاسبانيا، وندخل بحالي الى المملكه المغربيه ان شاء الله تعالى. تنشكر المتتبعين ديالي، وتنشكر الصحافه، وتنشكر هذه الصحافه اللي هي الان بصدد ديالي، وتنشكر يعني الصحافه المخلصه اللي تتحب الوطن ديالها وتتحب البلاد ديالها وتتقدم خدمات للرياضيين والرياضيات. وتنشكر كل الناس اللي هما تيساندوني، وتنشكر جميع اصحاب الدراجه الهوائيه اللي هما تيستقبلوني دراجه السلام بمدينه جده، دراجه الجبليه بمدينه افريقيا ديال الفنيدق، والدراجه الجبليه ديال مراكش وديال اكادير وديال العيون وديال الداخله. وتنشكر جميع الصحافه اللي تيستقبلوني في جميع المدن المغربيه، وتنشكر يعني الزوجه ديالي والابناء ديالي اللي هما دائما تيساعدوني في جميع الرحلات اللي تنقوم بها. وهذا ليس غريب على الرحاله والدراجه العالميه، الدراجه العالمي السيد محمد ربوحات اللي هو قطن العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس. وشكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.